سلام ملعب يا قوي حمود هذا فوق يا قوي يا مرشد حط العند بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا انتهى الشوط الاول باربعة مقابل واحد لفريق الشيخ طلال لمحمد على فريق نواف دشتي. محاولة الى الامام والخامس، خمسة مقابل واحد، نتيجة ثقيلة، نتيجة كبيرة من اللاعب الاسباني خافي رودريغيز ومن محمد فطيج الدوسري وايضا شاكر المطيري وهاني حيدر وحمزة اشكناني ورودريغو البرازيلي. خمسة مقابل واحد، تقدم في الدقائق الأولى نواف دشتي بهدف لكن قوبل واستقبل بالخمسة. فريق الشيخ طلال محمد من الفرق الثقيلة والمميزة في هذه البطولة وفي كل البطولات حقيقة، لما يتميز من المحترفان خافي رودريغيز ورودريغو. حمزة اشكناني نجم منتخبنا الوطني، شاكر المطيري وأيضا سالم أمان، محمد فطيس، الحارس هاني حيدر، هذا حمزة اشكناني، شاكر المطيري، وهنا رودريغو اللاعب البرازيلي، كرة منقولة يكسب خطأ، الخطأ لهشام أحمد على محمد فطيس. محمد فطيس من اللاعبين المميزين حتى تشهدهم في اللعب في بطولات عريقة وفي دورات في دولة قطر الشقيق لهذا اللاعب محمد فطيس، وشاهدته كثيرا مع فريق الريان القطري هذا اللاعب. هنا المتابعة يا الله على هذه التسديدة، لكن اعتلت العارضة لأيضا فريق الشيخ طلال محمد. على فريق نواف دشتي، خطأ لصالح سالم أمان، محاولة إلى الأمام، تسديدة والهدف السادس. ستة مقابل واحد، محمد فطيس، محمد فطيس لاعب الذي يسدد ويسجل الهدف السادس. ستة مقابل واحد، ستة أهداف مقابل واحد، هدف السادس لمحمد فطيس. سالم أمان، خافي رودريغيز إلى خارج أرضية الملعب. هنا الأطفال الكبار حضور هذه البطولة كما نتابع. محاولة إلى وسط الملعب في الجهة اليسرى، محاولة إلى الأمام ولكن أيضا وسط الملعب. إلى خارج أرضية الملعب، تسديدة ولكن إلى خارج أرض الملعب. إذن فريق الشيخ طلال محمد، هذا الحارس هاني حيدر، حارس المتميز لمنتخبنا الوطني، هو أيضا سالم الصميعي ومحمد راشد البديع، وهون هذا بالسابع. سبعة مقابل واحد لفريق الشيخ طلال محمد، لفريق الشيخ طلال محمد. لاحظ الإعادة من خافي رودريغيز إلى رودريغو،
المحترفين لاعبي منتخبنا الوطني، وكأنك تشاهد يعني فريق عالمي حقيقة. لاعب المحترف من البرازيل ولاعب المنتخب الإسباني ولاعب نادي برشلونة خافيير رودريغيز، وأيضا يعني سالم أمان، هاني حيدر، شاكر المطيري، حمزة أشكناني، محمد فطيس، لاعبي منتخبنا الوطني. إذن التشكيلة المميزة أتوقع أن تكون هذه التشكيلة تنافس على هذه البطولة كما نافست على بطولات أخرى في هذا العام. كرة منقولة، رودريغو إلى خافي رودريغيز إلى شاكر المطيري، خافي رودريغيز محاولة إلى رودريغو، والهدف السابع ضاع، الثامن ضاع على شاكر المطيري، الهدف الثامن يضيع على شاكر المطيري. شاكر المطيري كرة منقولة إلى خافي إلى رودريغو، والهدف أيضا الثامن لحمزة أشكناني. حمزة أشكناني سجل الهدف الثامن، 8-1، 8-1. هنا ضربة جزاء، ضربة جزاء لفريق نواف دشتي. على التنفيذ الآن فيصل العازمي، فيصل العازمي على تنفيذ ضربة الجزاء. فيصل الآن يتقدم، فيصل العازمي فيصل العازمي يتقدم الآن على التنفيذ، وبرافو، والهدف أيضا الثاني، الهدف الثاني لفيصل العازمي، الهدف الثاني لفيصل العازمي ولفريق نواف دشتي. ثمانية اثنين، ثمان أهداف مقابل هدفين. ثمانية مقابل اثنين. هنا التسديدة ولكن تتخلص، تبقى لفريق الشيخ طلال محمد، لفريق نواف دشتي الآن محاولة إلى خافي، خافي يتقدم، خافي رودريغيز خافي رودريغيز هنا المتابعة، كرة منقولة رودريغو إلى خافي، خافي والهدف التاسع، لكن لمسة يد، لم يحتسب هذا الهدف، لم يحتسب هذا الهدف، لمسة يد على شاكر المطيري، شاكر المطيري سجل الهدف. كما نتابع الهدف التاسع لرودريغو، 9-2، 9-2. تسعة أهداف قابل هدفين.
هنا المتابعة. هاني حيدر محاولة إلى الأمام ولكن أيضا خافي رودريغيز لاعب الإسباني. انتهى الوقت الأصلي. هنا يعلن الحكم عن نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز فريق الشيخ طلال محمد بتسعة مقابل اثنين على فريق نواف طشتي. سعدتم كثيرا بلقائكم. ألقاكم في المباراة الثانية القادمة بحول الله. الشيخ طلال محمد 9-2 على نواف دشتي. كابتن مشعل هاردك على الخساره. كابتن خساره 9 نتيجه كبيره. كلمنا عن الخساره هذه. خساره والله سوينا اللي علينا وطعنا بفارق يعني اللي قدرنا عليه والشباب والله حاولوا لكن كان فينا ايضا ناقصين والحمد لله على كل حال. ما شفنا نتيجه كبيره كابتن. اي نعم نتيجه كبيره لكن تبغى تشوفها عشان تبرر. والله نتيجه كبيره لكن هذاك ان شاء الله ويعطيهم العافية الشباب وإن شاء الله يفوزوا بالنهاية إن شاء الله. أوكي راضي على أداء فريقك المحترفين؟ علم أن في محترفين مصريين أتوقع فريقك. ما شفنا أداءهم الصراحة اليوم. والله في عندهم إصابات لكن سووا اللي عليهم. الفريق كان مقابلنا كان قوي والله لكن الحمد لله على كل حال. كابتن ماكو محاسبة حق المحترفين يعني علم أن المحترف المفروض يكون دبل وأضعاف اللاعب المحلي. اليوم شفناه كلاعب محلي بالضبط كمستوى. ترى هم محترفين بس ترى كبار. لكن نسوي اللي عليهم والفريق اللي كان قدامنا يعني كان مجتهد. احنا مو لعيبه يعني حقين صالات يعني احنا حقين ثيد صناعي. هل شفنا اليوم يعني مباريته خصم قوي؟ مو قوي الحمد لله يعني هو قوي لكن شو نسوي كان الحظ وياهم. هارلي كابتن مشعل بالتوفيق حق المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم العافيه. كان معانا الكابتن مشعل. خسروا 9-2 من الشيخ طلال محمد. ابداع الكلمه لك. شكرا زميلي محمد رضا على اجراء اللقاءات في ارضيه الملعب. نبارك لفريق الشيخ طلال محمد بفوزه على فريق نواف دشتي 9-2. كان يمكن اعلى نتيجه كما ذكرنا في اول مباراه 10-1 الان 9-2. ما وصلنا للنتيجه اللي هي كسر عدد الاهداف مسجله المباراه الاخيره. خلينا نبتدي من عند خالد الفضل عشان يقول لا تحرقون علي اي شغله. الكلمه لك خالد الفضل. يلا تفضل اخوي. الله يجزاك خير ابو خالد. يعني هذا 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 اللي حببني فيك حسن التعاون. لا حسن الاستماع. انا اشكرك على الهواء. اول رقم واحد عندي انت والباقي هذا اللي قصدك. اقول لك تسمع الحكي جزاك الله خير. تفضل. المباراه كانت جدا يعني